هل كنت تحب تكون عاقل إذا رجع بيك الزمن؟ كنت تحب تكون عاقل وشخص طبيعي ونمطي؟ لا. ولا تكون خالد الصاوي بكل جنونك بكل جموحك؟ لا مش جموحك؟ بكل جنونه، خالد الصاوي بنص جنونه، عسل. نص جنونه دي روعة. النص التاني ده عشان أنا برضو عندي حتة سلبية قوي اللي هي النهم. هتحطي أكل بحبه هخلصه كله، هتحطي شرب بحبه. بنلعب بلاي ستيشن هقعد أسبوع فيها لغاية ما بتعلميني اللعبة دي، يعني الاستغراق. يا سلام شاعر حبيته قعدت فيه شهرين، فالاستغراق قوي ده أو الفجعانة يعني بالبلد أشيل نصها طبعا، فأشيل نص الزيادة اللي معاني عشان أنزلها، أشيل نص الأخطاء اللي ارتكبتها في الأكل والشرب في أي حاجة في الملذات عموما. ملذات في الملذات كمان هتشيل الملذات، هي الفخ، الملذات هي الفخ، هي الفخ. عايز تاخد منها وفي حاجات منها تنفع وحاجات لا، وفي كل ما بيقول لك على حاجه وانت صغير لا يس ده هو ده اللي بيتقال عليه لا. الباب اللي عليه قفل كل المدرسه كوم، والباب اللي عليه قفل ده الممنوع طبعا، عايز اكسر عايز اخش جوه اشوف ايه. بس يعني انا عارف ان الشباب هيضحكوا على الكلام ده يعني، لانه وانا معاك ان هو ليك حق انك تحاول حاجات، بس في حاجات لا تحاول فيها ولا تجربها. لو بتثق فيا، لو بتثق فيا اللي اجتمع عليها الناس، مش اجتمع عليها عشان عايزين يبقى شكلهم لطيف وامور، لا يعني تأذوا بيها، تجربها تبقى غلطانه.